سائد عند كثير من أهل البادية أن شرب دم بعض الأشخاص من القبيلة الفلانية شفاء من داء معين، ما حكم هذا الاعتقاد؟ هذا لا يجوز، ولا يجوز شرب الدم، الدم حرام، حرمت عليكم الميتة والدم، والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تداووا بحرام، والدم حرام نجس، لا يجوز التداوي بالنجس. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، الحرام لا يجوز التداوي به، وقد جعل الله أدوية كثيرة من المباحات يستغنى بها.